انت كنت في السلطه يا مجرم؟ والعلماء كلهم قالوا ما كان في السلطه ولا في الدنيا ولا في صحابه داير الدنيا ذات. هم هاجروا من مكه، خلوا نسوانهم وخلوا بيوتهم واموالهم الى المدينه فقراء. تقول لي دايرين سلطه ومال ودنيا وعندهم هوى؟ يا كلب يا مجرم، تقول لي كده؟ واي زول يسب الصحابه ده كلب، اي زول يعاد الصحابه كلب، اي زول يعاد الصحابه كلب. روى البخاري في مقتل عمر لما طعن ابو لولو قال عمر قتلني الكلب واكلني الكلب. شك الراوي بين قتلني واكلني وجزم الراوي بلفظه الكلب. عرفت كلامي انت يا كلب؟ ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة من الملاحظات العامة قبل الملاحظات الخاصة والرد على الشبهة التي أوردها المدعو محمد مصطفى عبد القادر، من الملاحظات العامة أنه يستخف بعقول الحاضرين أمامه. فمثال من المحاضرة هذه التي نرد عليها، مثال ظريف جدا، قام قرأ كلام لصالح آل الشيخ من شرح الطحاوية، شيخ أبو بكر جاب لكم جزء منه أو قرأ لكم، المهم قرأ محمد مصطفى عبد القادر، وجاء في الكلام أنه الصحابة ما كانوا دايرين الدنيا عديل كده. أول ما جاء الذي قام لقى طبعا بترد عليه الحته دي، قام قال ايوه دي عقيدتي انا، دي عقيدتي انا زي صالح الشيخ، لكن بعدين بجيك تاني انه برضه اقتتل بالسلطه. والله عجيب، خلاص عجيب. وانا ما قاعد استغرب من محمد مصطفى عبد القادر هذا الدجال الماكر، انا بستغرب في القاعدين قدامه ديل. والله ده انا اكثر شيء بمحني، يعني زول بيقول الصحابه عندهم هوى، وحيجينا الكلام عديل كده، وقال دي يعني خلاص قاسم الظهري قال لينا، قال لينا هسه ده ولا انت قاعد تنبه الصحابه ولا نحن؟ خلاص قال عندهم هوى، وقرا كلام كده لابن تيميه، هو ما فاهمه ذاته، وقال الصحابه اقتتلوا بالسلطه، والناس اللي قدامه قاعدين يضحكوا. وربنا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله، ايات الله دي خط تحت خطين لانه حنجي لها بعد شويه، آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إذا قعدتوا إنكم إذا مثلهم، العلماء قالوا إنكم إذا مثلهم، السعدي قال لأن الراضي كالفاعل. محمد الصحابي بيسب الصحابة وديل قاعدين بيضحكوا، ديل برضو بيسبوا الصحابة، رضوا ولا أبو. إن شاء الله يطيروا كلهم. ربنا قال إنكم إذا مثلهم، الله قال كده. الشيخ السعدي قال لأن الراضي كالفاعل، ودي قاعدة في الدين وفي العلم، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب أن إذا سمعتم آيات الله، طيب هناك لما فيزول سب الصحابة قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، ربنا نزل القرآن قال قل أبالله وآياته، دي خد تحت خطين، مع أن إذا سمعتم آيات الله. فإذا سب الصحابة يا جماعة استهزاء بآيات الله. وربنا قال في هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وهناك ربنا قال قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. لما استهزأ بالصحابة ربنا قال ده استهزاء بآيات الله، بالله وبآياتي وبرسولي. يبقى المجلس اللي فيه سب للصحابة ده استهزاء بالله وبآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا في ختام الآية قال لا تعتذروا، آية التوبة، قد كفرتم بعد إيمانكم. حرام تحضر لحمد مصطفى عبد القادر، حرام. دي ملاحظات عامة. من الملاحظات العامة برضو على هذه المحاضرة أي كلام
ذكروا هو رد عليه بالمناسبة. أي كلام ذكروا هو رد عليه، وإلا يكون أثر أو أحاديث ذكر ضعيفة. وأخش طوالي في الموضوع الملاحظات الخاصة. أول رد جاب أثر قال للسدي وإن أسامة بن زيد قتل ذلك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله. مع صعود القادر جاب زيادة في أثر عند الطبري هو دينا موجود إنه قال قتله من أجل يعني جمله وغنيمته. يا وسخ يا شماتي يا عديم العقاب، وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه. ده جاء محمد صعود القادر، لكن الأثر ضعيف. جابوا عشان يستدل به إنه الصحابة كتلوا بعض من أجل شنو؟ السلطة. بيستدل بأثر ما صحيح أصلا ولا عنده أي علاقة بصحة زي ما تسمع الآن حكم العلماء على هذا الكلام. أول حاجة ده الأثر جاء محمد مصطفى عبد القادر. شوفوا زول ده مجرم كيف. وزي ما قال لكم الشيخ أبو بكر وجزاه الله خير على دفاعه عن الدين وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الله قدره في الدارين وإياكم جميعا. فزي ما قال الشيخ أبو بكر إنه زول ده بيجيب شبهات الشيعة ذاتهم ما قدروا يجيبوا زيها عشان ينصر بها نفسه ورايه. ومن عناد هذا البليد من عناده حتى ونسواتها تنطف. هو زمان كان قال تنظف ورد عليه شيخ أبو بكر، ثاني قال تنظف. كذلك ذكر الحسن الحديث عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنظف، قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، ونسواتها تنظف وعداد منظفا. قال قلت ده ابن عمر قد كان من أمر الناس ما ترين، عشان يوريك أنه أنا ما بتوب من أي غلط مهما كان. ده أنت لقاك زول راسه قوي زي ده أقوى من أسمنت عضرة راس الكلب ده. طيب قال وقال أنا بتحداك تعال. قال والله هسه أركب أجيك، والله أنا أناظرك لباسك يقع يا كلب. عرفت كلامي؟ أنت مجرم ولا شنو؟ قراية من الكتب بيقرأ غلط، مش ديك بس أنا تابعته من الكتب بيقرأ غلط. ألف باتاسا أبتسو ما قرأ. أنا ما أعرف زهوتي إحنا كنا قاعدين معه كيف، لكن زي ما قال الشيخ مقبل قال الحزبية تعمي وتصم، وحمار الحلب ده كمان يقدم المحاضرة فضيلة شيخنا الإمام مجرم ساكت أدو مكتب في المركز العام عقبار الكرشة وحاجات تانية حامياني. طيب قال الأثر قال حدثنا محمد بن الحسين، ما يريبك توف أخ توف وبتاع ما بتقدر والله العظيم أجيك هناك تتنجم كلك أنت وجماعة معك، أنت ما عندك حاجة أصلا، ما عندك علم أصلا، كله بوزاق والمكربون عمل كربون من البوزاق. طيب قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط عن السدي. ده الأثر جابوه ده يسبب الصحابة ويقول لك الصحابة اقتتلوا من أجل السلطة، وعادي ممكن صحابه يقتل زول الثاني من اجل يشيل الدنيا حقته والمال حقه. شو زول ده مجرم كيف؟ وكمان قال محاضره في الردع على العصبجي وعديم الاداب. محاضره كان في الردع على الصحابه رسول الله يا مجرم. هنا حقنا لحد الان ما قدرنا ندافع عنه ذات. اي شيء قلته كفار بعدين لا تقول ثاني الفاظ قله ادب. مش قلت كفار ثاني بعدين في شنو يعني؟ طيب يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. والايه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها أسامة ابن زيد إلى بني ضمرة، فلقوا رجلا منهم يدعى مرداس ابن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر، فلما رآهم آوى إلى كهف جبل واتبعه أسامة. ده الأثر جاءه محمد مصطفى. فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل إليه فقال السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشد عليه أسامة فقتله خلاص من أجل جمله وغنيمته. ده الأثر كده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث أسامة حب أن يثني عليه خير ويسأل عن أصحابه إلى آخر. قال وأخبره إنما قتله من أجل جمله وغنمه، فلذلك حين يقول تبتغون عرض الحياة الدنيا فلما بلغ فمن الله عليكم يقول فتاب الله عليكم، فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
ده الأثر جابه ليه جابه محمد صفا؟ عشان يوريك إنه صحابة عادي بيكتلوا بعض من أجل السلطة، وممكن زول يقتل زول عشان يشيل دنيته ويسرق قروشه وحاجاته، وأسامة قال فعل كده. الأثر ما صحيح، بس ده الموضوع. وفي ميزان الاعتدال للذهبي ذكر الذهبي السدي ده شنو أصلا؟ السدي اثنين، ده في الأثر ده زول مطعون فيه، وقال وقيل إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم القرآن. وقال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت سمعت الشعبي، وقيل له إن إسماعيل السدي، قالوا للشعب كده إن إسماعيل السدي قد أعطي حظا من علم القرآن، فقال قد أعطي حظا من جهل بالقرآن. ده شيخ محمد مصطفى السدي ده بيستدل به. طيب عشان يسبب الصحابة، ورمي السدي بالتشيع، عشان كده جاب أثر شنو فيه طعن في منه في أسامة بن زيد، عشان يوريك ده السدي عشان يوريك إنه الصحابة مالهم بيكتلوا بعض من أجل يشيلوا ويسرقوا أموال الناس وكذا وكذا. نفس الشبهة دي بتاعت السدي اللي هو موصوف بالتشيع، نفس الشبهة دي شالها منه عصام عبد القادر. تشابهت قلوبهم ورمي السدي بالتشيع. وقال الجوزجاني حدثت عن معتمر عن ليث قال كان بالكوفة كذابان، فمات أحدهما السدي والكلبي. وقال حسين بن وافد المروزي سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه. قلت وهو السدي الكبير، فأما السدي الصغير فهو محمد بن مروان يروي عن الأعمش واهن بمرة أو كلمة نحوها. يبقى الموضوع ماله يا جماعة؟ موضوع منتهي. ده الأثر جابه محمد مصطفى عبد القادر. وبعدين لو الأثر فرضنا جدلا إنه صحيح، نهاية الأثر ماله يا جماعة؟ إنه أسامة بن زيد ماله؟ تاب وبقى تاني ما يقتل زول. أو قال شنو؟ نقرأ الكلام بالنص. قال في حاجة أنا بدي أتكلم يا جماعة. طيب قال فتاب الله عليه، فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله فيه. وأيضا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضا إن أسامة بعد ذاك يعني تأثر بالكلمة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله. لكن الأثر فيه الزيادة، قتله من أجل جمله وغنمه أو غنيمته. ما له يا جماعة؟ ما في كلام زي ده حصل أصلا، ولا في كلام زي ده، إنما جابوا رجل اسمه السدي وهو أصلا موصوف بالتشيع كمحمد مصطفى عبد القادر. الشبهة الثانية جابة أثر قالع في البخاري رقم 4108، تكلم عليه أبو بكر بشيء وافي، لكن بس نزيد حبة فوائد عسى الله ينفعنا جميعا بها. وحمص عبد القادر لما جاب الأثر ده فرح، قال الأثر ده بالذات مهم، قال ركز عليه وقال واحفظه. قال ليه؟ لأنه حسب فهمه إنه الأثر ده بيطعن بيه محمد مصطفى بالصحابة، وبيصف بيه الصحابة إنهم كتلوا بعض من أجل الدنيا والسلطة، وقال عديل، قال الصحابة عندهم هوى. طيب الأثر ده أنا أقرأ لك، وأنا جبت لك تفسير العلماء لهذا الأثر من البخاري، والكلام اللي فيه كلام عجيب مرة واحدة. الأثر ده ما هو إلا منقبة للصحابة معاوية وابن عمر وغيرهم زي ما حتسمع الآن، وهو من أعظم المناقب للصحابة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما بيفهم خالص، وحتعرف الكلام ده الآن. قال أثر رقم 4108، نقرأ الأثر ذاته في البخاري. قال وأخبرني ابن طاووس عن عكر بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، وجاء أيضا ونوساتها. لكن احنا خلافنا معه في تنطف دي، هو بيقراها شنو؟ تنظف. طيب قال قلت قد كان من أمر الناس، وصفه قال ما ترين، ترين دي لغة شنو دي؟ أرجع لها في التسجيل. ما ترين يا أخي، ده خطاب للمرأة، ما بترين، ما ترين. فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت إلحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية. أنا دايرك تنتبه بكل حواسك،
خلاص؟ لأن الشبهات دي قد تلاقيك في جامعة، زول يسمع كلام محمد مصطفى ده أو كلام أي زول من الشيعة يقابلك يناقشك، فانتبه. ولو قدرت تكتب فهو أفضل. قال: وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. طبعا دي عن صفر فرحان بها، معناته الصحابة كانوا دارين شنو؟ كانوا دارين السلطة. وحنشوف كلام العلماء دي مناقب للصحابة. طيب، والحديث انت إذا ما رجعت لكلام السلف ما بتفهم. مرة كنا بنقرأ في صحيح الجامع الصغير زمان لما كنا مع أنصار السنة، وما في حاجة، أنصار السنة كلها أناشيد، شيخ الصباح شيخ الصباح ما في حاجة، زول الدق علم ما في. فسألنا بعض الجماعة منهم، قرينا حديث: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. شرحوا لنا، قال لنا يعني المخ بتاع زول اليهودي والنصراني نص المخ بتاع المسلم، عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. فرجعنا لقينا العقل من العاقلة، يعني الدية، يعني الدية دية المسلم ضعف دية اليهودي والنصراني، ودية اليهودي أو دية النصراني نص دية. شنو يا جماعة؟ مش العقل، والعقل ذاته ما في الرأس. المهم ربنا قال: قلوب يعقلون بها. شيخ العثيمين استدل بأن العقل أصلا وين؟ في القلب. المهم ده موضوع ثاني. قال: قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به ومن أبيه. معاوية قال: من أراد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به ومن أبيه. قال: أنا أولى بالحكم ده من علي ومن الحسن ومن أبو زكي. طبعا دي فهم محمد الصفا انه كانه قال له ينعل ابوك. لا، الموضوع ده ما كده خالص، والله الموضوع ده بعيد تماما من النبس، وبعيد تماما من انه معاويه ولا ابن عمر ولا علي كان داير السلطه ولا خلافه، بعيد تماما. هسه حتتعجب بعد شويه. طيب، قال حبيب بن مسلمه: فهلا اجبته؟ وبالمناسبه حبيب بن مسلمه ده من اصحاب معاويه، يقول لابن عمر: فهلا اجبته؟ وكلمة أجبته دي برضو خد تحت خط أجبته. طيب، قال عبد الله: فحللت حبوتي. دي زي اللي بيربطوها هنا مع الظهر والركب لما الزول يكون قاعد كده. طيب، حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. الكلام ده يعني شنو؟ يلا نشوف الكلام. أول حاجة، ليس مقصود، بقرأ لك زي ما أنا لخصته من كتب أهل العلم، ليس مقصود ابن عمر ولا معاوية طمع في السلطة أو الخلافة كما يقول الدجال بتاع الفتيحة، وإنما مقصود معاوية رضي الله عنه بقوله: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلا نحن به منه ومن أبيه. أولا، ليس مراده، مراد معاوية، أن يفضل نفسه على كبار الصحابة ومن سبقه في الفضل، لأن ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال في هذا الحديث: وقيل أراد عمر وعرض بابنه عبد الله بن عمر، وفيه بعد، لأن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر. ده واحد. ثانيا، لم يقل معاوية رضي الله عنه ذلك طمعا في الخلافة أو السلطة أو الدنيا أبدا، وإنما هو رأي واجتهاد فقهي رآه في مسألة من هو الذي يقدم في الحكم والخلافة، وهذه مسألة فقهية اختلفوا فيها بينهم من المسائل الفقهية بين ابن عمر ومعاوية، وهي قال ابن حجر، ده ما تحلي لنا، قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة، فلهذا أطلق أنه أحق. وعارف نفسه أسلم بعد الجماعة دي، لكن فقه الفقه بتاعه، لأنه معاوية فقيه، كما جاء في البخاري أن رجلا أتى إلى ابن عباس
فقال يا ابن عباس ما لقيت، ما لقيت دي في النصوص يعني عندنا بالسودانية يعني انت ما شفته الحصى شنو زيده كده، بس ما لقيت من معاوية يوتر بركعة واحدة. قال ابن عباس أي بني دعه، فوالله ما أحد منا أفقه من معاوية. وفي رواية أخرى قال دعه، دع معاوية فإنه فقيه. فالمسألة دي فقهية، يا طول بيقدموا يبقى رئيس، هل متعلقة بأنه اللي بيكون أسلم أول وعبادته ودينه أعلى وأكثر، ولا الزول القوي في الحكم ذاته وهو مسلم وهو صالح؟ لكن ما أصلح من ذاك، إنما أصلح من باب القوة في شنو؟ في الحكم، خلاف فقهي بيناتهم. رأي معاوية، كان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق إلى الإسلام والدين والعبادة، فلهذا أطلق أنه أحق. ورأي ابن عمر بخلاف ذلك، وأنه لا يبايع المفضول، ما بجوز عنده عديل إلا إذا خشي الفتنة، هنا بجوز. ده الموضوع، عشان كده ده قال فلا نحن أحق، عرفته؟ طيب، ولهذا بايع بعد ذا، ولهذا بايع ابن عمر نفسه معاوية بعد ذلك، ومن المبايعين لمعاوية. يكون كيف اختلفوا في السلطة وهو بايعه؟ ابن حجر قال ولهذا بايع بعد ذلك ابن عمر معاوية، ثم بايع ابن عمر ابن معاوية اللي هو منه يزيد، كمان مش بايعه. طيب يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته، بيعة يزيد كما سيأتي في الفتنة، وبايع بعد ذلك ابن عمر لعبد الملك ابن مروان. يبقى الموضوع أصلا ما كان في خلافة، ما دايرنا بايعهم. وابن عمر قال لأولاده ما تطلعوا على الحاكم ونهاهم، ومشى بايع معاوية وبايع ابن معاوية يزيد كمان. طيب، وأما مقصود ابن عمر بقوله فحللت حبوتي، نحلل كلمة كلمة، دي اللي عملت مشكلة لهذا الأحمق الحمار، خلاص. قال وأما مقصود ابن عمر بقوله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر من قاتلك، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وباك على الإسلام، فليس مراده أنه يريد السلطة كما قال الدجال أبدا، وذلك لأسباب. الأول أنه ما خرج من بيت ابن عمر، ما قالت لك الحديث كله كبير، ما خرج من بيته إلا للصلح بين المسلمين، حيث قالت له أخته حفصة لما شاورها في اللحاق بهم الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب. ثانيا كان سبب مشاورته لأختي حفصة في الذهاب خشيته من وجود الاختلاف واستمرار الفتنة كما قال ابن حجر، فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه، فأشارت عليه باللحاق بهم خشية أن ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار الفتنة. ثالثا قال ابن حجر ثم وجدت في رواية حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل قالت حفصة إنه لا يجمل بك، لابن عمر دي رواية ثانية، إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح. شوف نية الصحابة كان الموضوع شنو، ونية محمد مصطفى السودة كانت شنو. طيب قال عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد، وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أما قوله قول ابن عمر هممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فمعناه الصحيح ما ذكر ابن حجر رحمه الله. قال ورأي ابن عمر بخلاف ذلك، وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي شنو يا جماعة الفتنة. قال لا حق منك، الناس اللي قاتلوك زمان أنت وأبوه منو؟ أبو معاوية منو؟ أبو سفيان، والاثنين ما كانوا شنو؟ أسلموا قبل الناس اللي عناهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لديك أحق. عشان كده حبيب ابن مسلمة صاحب معاوية بن سفيان قال له هلا أجبته؟ مع معاوية سأل الناس فقال لكم جاوب، وين المشكلة هنا؟ وين الخلاف في السلطة؟ بعد ابن عمر ما قام جاوب، الكلام ده كله جوا نفسه، تقال الكلام ده قاله ابن عمر رد على معاوية، كلام طيب وخلاف فقهي، فقهي ما في سلطة، في فقهي، خدته جوا قلبه ليه؟ قال عشان ما يسفك الدم، الكلمة دي قال ويحمل عني غير ما أردت، يبقى ورات شر ولا خير؟
أراد خير، لكن قال في ناس غادي يفهموه غلط. والكلام ده كله جوا نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها شنو؟ أنفسها. وحاجي كلام عجيب جدا قدام في نفس النقاطي. قال وقفنا وين يا جماعة؟ ها؟ طيب. قال: ورأي ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة، يعني وإنما يقدم الأقدم في الإسلام والفاضل في العبادة. ولذلك قال: من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني لما أنت ما كنت مسلم. وده ما قاله، ده جوا نفسه، جوا قلب ابن عمر، ما طلعه برا. قال: ولم يقصد بها فتنة أو قتالا على السلطة ولا نزاعا، وإلا لما بايعه، وإلا لما بايع معاوية. فقد بايع ابن عمر معاوية، بل بايع ابنه يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته، وبايع بعد ذلك عبد الملك ابن مروان. ومما يزيد الأمر وضوحا أنه قال: ويحمل عني غير ذلك. قال ابن حجر: أي غير ما أردت، يعني أنه لم يرد أن ينازع معاوية رضي الله عنه، وإنما أراد أن يجيب عن سؤال معاوية، وهو خلاف فقهي بينهما. فلما علم أن هذا الخلاف الفقهي ربما يؤدي إلى فتنة تركه. والدليل على تركه قول ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم، وقاصمة ظهر الدجال، والعاصمة من سبه للصحابة، أن هذا كله هم في داخل قلب ابن عمر. الكلام ده كله في الحديث ده جوا قلبه ما طلعه برا، هم. وحديث للنفس من ابن عمر تركه لما تذكر الآخرة والجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. والاثنين ابن عمر ما قالوا في تلك اللحظة. رواه البخاري. وهو رضي الله عنه لم يعمل ولم يتكلم في وقت الفتنة لما تذكر الآخرة والجنة. قال ابن عمر: فذكرت ما أعد الله في الجنان. ولذلك هناه حبيب بن مسلمة، هو من أصحاب معاوية، قال لابن عمر مهنئا له لما ما قال أي حاجة: حفظت وعصمت. وين الخلافة السلطة يا حمار الحلب؟ فضيلة شيخنا الإمام، أنت ما تقعد مع الإمام ده عشان نجي نناظركم. وينه؟ وينه الخلافة السلطة؟ قال: احفظ هذا الحديث، قال إنه مهم لسبب الصحابة. طيب. أما رواية، في رواية الدجال ذاته ما سمع بها، لو عرفها يعمل بها محاضرة ثانية، يقول ثاني صعب اقتدر بالسلطة، نجيبه عشان ما يخسر إعلانات، قروش إعلانات، ننتهي منها طوالي. وهناك رواية: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ. ده ابن عمر قال كده. أها، ابن عمر كان داير الدنيا والخلاف في الدنيا؟ أيوه. طيب نشوف قالوا شنو العلماء. فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ إلى أن قال: فذكرت الجنة فأعرضت عنه. طيب. فهي من المناقب، الرواية دي من المناقب العظيمة لابن عمر. ليه؟ يخليك الله ركز معي. ليه؟ قال: لأن حديث النفس معفي عنه شرعا، وهذا المعفي عنه شرعا ما حدث ابن عمر نفسه به إلا مرة واحدة، وفي هذه المرة الواحدة تركه أيضا لما تذكر الجنة. دي منقبة ولا ما منقبة؟ ما زول ما من الله خلقه ما حدث نفسه إنه يحب الدنيا أبدا، من الله خلقه لحد ما مات، قال لك إلا مرة واحدة، وفي المرة الواحدة قال لك تركت الحديث ده في المرة الواحدة ذاته. ليه؟ لأنه ذكرت الجنة. وبعد ده الله عفى عن حديث النفس لو حدث نفسه مليون مرة طالما ما عمل ولا تكلم. وين السلطة؟ وين هي الشغلة في السلطة؟ طيب. قال الدجال: نجي لكلمة السلطة. قال، وطبعا بغش الجماعة بالنكات اللي بيحكيها وبالبزاغة في الميكروفون، والله لو نطق الميكروفون لقال شاك يا أخي، بزاغ كثير خلاص. طيب. قال الدجال: نجي لكلمة السلطة. نفس كلامه ده من النص. الصحابة اقتتلوا داغتي، قالوها كل السلف لغاية الفوزان لغاية ابن عثيمين، عشان ما يغشك ويجيبوا لي اتحداك. العصبجي قال: أنا بسيب الصحابة لأنه أنا قلت اقتتلوا. يا أخي الآية قالت إنه اقتتلوا. نجي لقضية السلطة. الصحابة اقتتلوا دي عقيدة، قالوها كل السلف لغاية الفوزان لغاية ابن عثيمين عشان ما يغشك ويجيبوا لي اتحداك. أنا بقابلك تعال. طيب
العصبجي قال انا بسب الصحابه لانه قلت اختتنوا. انا قلت اختتنوا يا اخي، الايه قالت انه اختتنوا. شفت كلمه اختتنوا دي؟ خدت لقيت احدى شنو؟ خطوط. لاحظ هو حذف كلمه شنو؟ اختتنوا في شنو؟ خلافنا مع مصطفى في شنو؟ كلمه اختتنوا في السلطه، في الحته دي حذف كلمه السلطه. ليه؟ لانه قال لك ده عقيده الصحابه والسلف كلهم لحد الفوزان بن عثيمين، عقيدتهم شنو؟ اغتتلوا. حذف كلمه شنو يا جماعه؟ عشان يجيب كتب والايه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لكن الايه ما قالت في السلطه. فهمت انت؟ الفوزان يفتح لك كده، والفوزان من شرحي معرفه الطحاويه، فوزان قال اقتتلوا، ده عقيدتنا، لكن ما قال اقتتلوا في السلطه. انا داك تتعلم ذاته كيف ترد على اي مجرم ومبتدع وضال. ده ذو المجرم حذف في الكلام ده كلمه شنو؟ السلطه، عشان يحشر نفسه مع العلماء كلهم. يا اخي يا اخي، نحن ذاتنا بنقول الصحابه حصل بيناتهم قتال، لكن ما كان في شنو يا جماعه؟ السلطه. فهمتوا ولا عيده ثاني؟ فهمتوا زول ده محتال لهذه الدرجه؟ محتال كبير جدا جدا. طيب قال عيده ثاني لو في زول ما فيما قال الدجال، ده كلامه بالنص، نجي لكلمه السلطه. شوف دي الكلمه بعد ذاك لما قال السلف والصحابه والفوزان ما خلى السلطه سحبه برا، جاب كلمه اغتتلوا بس. ما هو صحابه اغتتلوا حقيقه، لكن اغتتلوا بشنو؟ انت قلت في السلطه يا مجرم، والعلماء كلهم قالوا ما كان في السلطه ولا في الدنيا ولا في صحابه داير الدنيا ذات. هم هاجروا من مكه، خلوا نسوانهم وخلوا بيوتهم واموالهم الى المدينه فقراء. تقول لي دايرين سلطه ومال ودنيا وعندهم هوى؟ يا كلب يا مجرم، تقول لي كده؟ طيب واي زول يسب الصحابه ده كلب، اي زول يعاد الصحابه كلب، اي زول يعاد الصحابه كلب. روى البخاري في مقتل عمر لما طعن ابو لولو قال عمر قتلني الكلب واكلني الكلب، شك الراوي بين قتلني واكلني وجزم الراوي بلفظه الكلب. عرفت كلامي انت يا كلب؟ طيب قال الصحابه اقتتلوا، دي عقيده قالوها كل السلف، اقتتلوا دي عقيده قالوها كل السلف لغايه الفوزان، اسمه الفوزان. طيب وابن عثيمين عشان ما يغشك وجيبوا لي يتحداك العصبجي، قال انا بسب الصحابه لانه انا قلت اغتتلوا. والله ما قلنا كده، ما قلنا بسب الصحابه لانه قلت اغتتلوا بس، فول ستوب، لانك قلت اغتتلوا في السلطه. فهمت الحته دي؟ طيب قال يا اخي الايه قالت انه اغتتلوا واغتتلوا في الخلافه. يا اخي الايه قالت انه اغتتلوا واقتتلوا في الخلافه، دي قام زاد من راسه بعدها، دي في الايه ما في العثيمين ما في الفوزان ما واحد من السلف ما في. ابو بكر ذكر لكم كلام يكفي ويزيد. قال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ابو بكر ذكر فيها كلام وعندي فيها فائده زياده. قال الطبري عن السدي قال هذه نزلت في اهل بدر خاصه، ده اثر رواه غير القبيل، في اهل بدر خاصه واصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. عمل كده حوصف، قال دمنه يا عاطل، ده السدي برضه السدي مبتدع. الى ان قال عن السدي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين خاصه، هذه نزلت في اهل بدر خاصه واصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. ده منو قال؟ ده منو يا عاطل؟ ده السدي برضه، السدي برضه هنا مبتدع عشان قال الصحابه اقتتلوا. السدي اللي ذكر اثره الثاني الجديد ده قال شنو؟ قال شنو؟ اقتتلوا في السلطه ولا قال اقتتلوا بس؟ اقتتلوا بس، اذا دي ما عقيدتك يا حوصف، انتهى البيان. بعديهم طيب قال ابن عثيمين في كتاب الفتن من البخاري وده ذكر ابو بكر وازيد، جاب الزول اللي بينشر له ده اسمه ابو حمار ولا ابو منو، المهم ناقل له حاجات كده، بيجيب صوت حمير في البدايه حاهو حاهو في البتاع، زول ما اعرف ده مجنون ولا جنون. المهم واخر حاجه ختم بها المقطع جاب صوت بتاع حمار بعد ما حصب سب الصحابه، جاب صوت حمار حاهو كده وقال غنات مين مين ما عارف ليك ابو حمار شنو عارف، رقم تليفونه كاتبه، انا ما عارف هذول ده مجنون بالمناسبه ما نصح. طيب قال ابن عمر وقام جاب بيجيبه بالصوت، يعني صبا دار يسب الصحابه يقوم ينقول له بالصوت
وانا نقلته بالنص. قال ابن عثيمين في كتاب الفتن من البخاري، ده القراو القراهم خلاص وما فهم منه، قال وقد تكون الفتنة بالعمل فيفتتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة، أبو بكر وراك معنى الصدر، من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباء الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة، دي محمد مصطفى بقى يضحك فيها وبقى يعرض فيها، فالأول قاتل لشبهة والثاني قاتل لشهوة، كل الفتن تعود لهذين الأمرين، إما فتنة شبهة أو شهوة. قال الدجال والصدر معناه الصحابة، قال كده عديل، قال بجيك لمعناه اللغوي، ولما جاب كتاب الصحاحة قد رفع فوق ما داك ما قال الصدر معناه الصحابة، قال معه صوب لسانه، قال الجوهري الصدر أي الأول، صدر الأمة اللي هم أول الأمة، لأنه كلمة صدر بتعني أول الشيء، جيب المختار كتاب اللغة وما لهذا وما أظنك أن تقوم، عشان ما يقول لك لا صدر الأمة دي ما قصد الصحابة وما قصد حبوبتك، هو قال لك صدر الدنيا دي كنت باللغة صدري ما قال تعالي شنو ده مختار الصحاح من القواميس اللغوية ربي عليها. قال الجوهري قال في تفسير قال وصدر، كلمة صدر في صاد دال راء، افتح صاد دال راء، صدر كل شيء أوله، صدر كل شيء شنو؟ أوله، ما قال الصحابة، محمد الصبا قال الصدر معناه الصحابة بجيك لمعناه اللغوي، طبعا يوهمك، ولما جاب بعد دقيقتين ثلاثة كتاب اللغة داك الجوهري قال الصدر معناته الأول من الشيء. طيب والأول من الشيء إذا ذاته يا جماعة في عهد مش الصحابة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام كانوا في ناس مجرمين ولا ما في غير الكفار واليهود وكده، في ولا ما في؟ فيه. قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا كان شنو؟ ده كان صحابي، وده ظهر في عهد منه؟ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه. طيب حنجي للكلام، أولا قول العثيمين منهم من قاتل لاشتباه الحق عندهم ومن قاتل لرئاسة وجاه وسلطة، فالأول قاتل لشبهة والثاني قاتل لشهوة. قد تكون الفتنة في العمل فيفتتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة، صدر الأمة أتى، الصدر معناه شنو؟ دي ما قال ابن عثيمين بصدره يا ابن، فالأول قاتل لشبهة والثاني قاتل لشهوة. أيهما نظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظن بهم شنو؟ عثيمين قال لك الأول قاتل لشنو؟ شبهة، والثاني قاتل لشهوة. الصحابة بتخدهم في ياتو انت كزول مؤمن شبهة ولا شهوة؟ حنصفى ختام في شهوة. المؤمن بخدهم بظن بهم خير ولا ما بظن؟ بظن. الدليل شنو؟ قال تعالى وقد قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال السعدي وهذا من نوع الظن الواجب أن تظنه بالصحابة. ده طيب ثانيا قال العثيمين في بداية هذا الكلام الذي قرأه هذا الحمار، قال عندما قسم الفتن والسبب فيها قال فتنتهم هذه، قال العثيمين في بداية الكلام عندما قسم الفتن والسبب فيها فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، طيب أو فتنة شهوة إن كان ليس عندهم علم. هما قال لك الفتن اثنين سبب فيها، إما شهوة وإما شبهة، نفرق بيناتها كيف؟ نعرف دي شهوة ودي فتنة شبهة كيف؟ إذا عندهم علم وافتتنوا دي اسمها فتنة شنو؟ شبهة. وإذا جهل وافتتنوا دي اسمها فتنة شنو؟ شهوة. الصحابة عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ يا حمار الفتحاب عندهم علم ولا ما عندهم؟
عندهم علم ولا ما عندهم علم؟ عندهم. لو قلت ما عندهم تطلع برا، إذا ما طلعت ذات وأنا ما أعرف طلعت ولا قاعد. المهم خلاص تطلع برا الدين. لو قلت الصحابة ما عندهم علم تطلع برا، عندهم علم صحابة عندهم علم، نديك دليل إنه عندهم علم. قال ابن مسعود، يعني ممكن يغلطنا الدجال والظروف ما معروفة، ممكن يقول ما عندهم علم. قال ابن عثيمين، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أولئك أصحاب محمد أبر الأمة قلوبا وأعمقهم فقها، وأعمقهم فقها وأقلهم تكلفا، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووزراؤه، فاعرفوا لهم قدرهم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. عندهم علم. إذن الفتنة اللي حصلت كانت لشهوة ولا لشبهة؟ لشبهة. طيب، فقد قسم الحامل العثيمين، قسم الحامل لارتكاب الفتن إلى ثلاث، فإلى أيهما تحمل ذكرناه. أما قوله الصدر معناه الصحابة، بجيك لمعناه اللغوي، ثم قال الصدر أول شيء، فلم يقل صاحب الكتاب اللغوي أن معنى الصدر هو الصحابة كما وعد وزعم محمد مصطفى، وكونه أول شيء فلا يعني الصحابة، لأنه في عصر الصحابة بل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الخوارج وهم طلاب دنيا كما قال علي بن أبي طالب، وظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة كما في عهد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر الفوزان في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد المجلد الثاني. فإذا كان الخوارج والقدرية موجودين في السطر الأول، وقيل في السطر الأول من قاتل شبهة، ومنهم من قاتل لسلطة أو دنيا، فمن نظن أنه قاتل لشبهة، وبمن نظن أنه قاتل لدنيا أو سلطة. انتهى البيان. ثم ذكر الطحاوي، الشهوة كانت عند ذوي الأهواء والأعراض، قال والحق مع علي. ده في شرح الطحاوي لابن أبي العز الجزء الثاني الصفحة 723. الصفحة 723 قال والحق مع علي، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقوية الشهوة. تحاول داري ابن أبي العز الحنفي داري يوريك أن الشهوة كانت عند منو؟ في الصفوف اللي كانت في الصدر الأول، ما عند الصحابة. قال وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالأكابر ظنون السوء، إلى آخر ما قال. يبقى الشهوة كانت عند منو يا جماعة؟ في نفوس ذوي الأهواء والأغراض، ولا يمكن، مستحيل يكون ذي الأحد ولا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كذب الدجال وبتر كلام الطحاوي، قرأوا من نفس الصفحة اللي قريت فيها وجنبه البليد ذاك نسيبه قاعد بيقرأ حصل بيقرأ الكلام، قال شنو؟ قال وكان في عسكر علي، قرأ من هنا تلقاه في الرد بتاعه، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته، قرأ غلط، قال ومن تنصر له قبيلته، تلقاه في التسجيل، تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. دي بتر محمد صلى الله عليه وسلم المناسبة. وفي قال وكان في عسكر علي من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، كانوا مندسين، من لم يعرف بعينه ومن تنصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. قال ورأى طلحة والزبير ذي الصحابة، قال الجبير نزفة، أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم، ده لما علي ولي شنو الخلافة وبايعوا الناس ذي رفضوا شنو يبايعوه، قالوا إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان ما بايعوه. ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، دي بترى محمد صلى الله عليه وسلم بالمناسبة،
ليه؟ لأنه ده بوريك إنه الجماعة اللي تقاتلوا من الفريقين ما كانوا كلهم صحابة، كانوا في ناس محشورين جوا من الخوارج، واحدين فيهم نفاق ذات منافقين محشورين جوا، عرفتها؟ عشان محمد صفا يأيد كلامه إنه اللي اقتتلوا ديل الصحابة والصدر الأول ديل الصحابة بس ما كان في ناس محشورين، قام فطة دي راجعة في التذكير دي قطعها مرة واحدة. قال ورأى طلحة والزبير طوالي تلب بغادي أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، قام سكت قال يعني ما بيعه، وما قال كده الطاء ابن أبي العز. ابن أبي العز قال شنو؟ قال ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر لشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير. ده كله قطع محمد صفا عبد القادر والله العظيم، لأنه ده بيرد على كلام راجع التسجيل بتاعه. يا أخي ده دول مجرم إجرام ما بعده إجرام. وأنا والله إن سئلت بين يدي الله يوم القيامة عقيدة أقولها إنه هذا الرجل أقل حاله إنه مبتدع بره أهل السنة، لأنه يعرف الحق. أي كلام بيرد عليه بيقوم شنو؟ يقوم يقطع. وقبل قلت لك كلام لما قال كلام صالح على الشيخ في شرح الطحاوية، صالح على الشيخ قال الصحابة ما دارين دنيا، قال ده غتانة لكن بجيك تاني إنه بعدين اقتتلوا بالسلطة، ما مجرم يا جماعة. طيب قال الدجال الفتاوى جزء 35 صفحة 72 ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، قال دي في موقعة الجمل. القتال وقع والقتال كان في الخلافة بعدين بجيك الكلام، وده ما كان في الجمل ذاته، ده ما كان في الجمل. الجزء 35 الصفحة 72. قال ابن تيمية ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة. كلام ده ما رد عليه وسع؟ قتال ده كان في الخلافة والسلطة؟ ما بزول داير خلافة ذاته، لا علي لا معاوية لا أي زول من الصحابة. طيب ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، يقول له أنت بتقاتل ليه؟ يقول له ما للخلافة. ومحمد صفا قال الخلافة يعني سلطة، يعني كلام معاوية أنا ما بقاتل لا خلافة لا شنو؟ لا لخلافة لا لسلطة. ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلوا. طيب قال ده كان في شنو؟ قال ده كان في الـ في الـ في الجمل، وبجيك قال بعدين انه بجيك للكلام انه الخلاف كان في القتال كان في الخلافة، وده كذب، بل الكلام ده ضده تماما لحن صعود القادر. طيب استدل بقصة تنازل الحسن لمعاوية من الفتاوى جزء 4 466 ل 467 من مجموعة الفتاوى لابن تيمية وشرح الفوزان للأربعين، وقال الفوزان دي عقيدتي أنا. نشوف كلامه من الفتاوى الجزء 4 القراو ذاته، هل بأيد منهج محمد صفا عبد القادر؟ ما بأيده. الصفحة رقم 466 467. قال ومعاوية أظهر إسلاما من غيره، فإنه تولى 40 سنة 20 سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان في خلافة علي، وعشرين سنة مستوليا، وإنه تولى 60 بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر عام 40 الذي يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين، وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه مما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بصحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى به على ابن الحسن ومدحه على أنه أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وذلك حين سلم الأمر يعني أمر الخلافة إلى معاوية، وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. كونه جاء سلموا عشان ما يتقاتلوا يبقى يتقاتلوا بالسلطة؟ بل ده عكس، ده عكس، إنه ما بزول كان داير
السلطة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. طيب، جاب شبهة من الفتاوى الجزء 4 الصفحة 434، دي جابها محمد صفا عبد القادر شبهة ليؤيد بها كلامه. نشوف بتأيد كلامه ولا ما بتأيد. الصفحة أي نعم، قال ده قال فيه إنه الصحابة كان عندهم هوى، ده محمد صفا عبد القادر قال الكلام ده، لو قلت أنا هسه بيكفروني. قال ده قاله ابن تيمية وفكها كده إنه الصحابة عندهم هوى. إلى وين؟ أسأل قلت لك يا ابني قال الصحابة فيهم هوى، أنا قلت أنا يا سفيه أنا قلت الكلام ده، ده أنا قلتها ابن تيمية، قال يرد يا غيت هو. قال ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم، فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء، بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتماع لنوع من الهوى، لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة. استدل به على أن الصحابة، ابن تيمية قصد الصحابة فيهم نوع من الهوى. شوف هنا قال ابن تيمية لما جاب موضع الهوى قال فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر، في الأول اتكلم عما شجر بين الصحابة، جاب لفظة عما شجر بين الصحابة، لكن لما درجي يقول نوع من الهوى قال العسكر. ليه ما قال الصحابة؟ لأنه قبيل لو بتتذكروا بينا إنه العسكرين في ناس بالذات في صف علي كان في خوارج محشورين جوا، خلاص في خوارج قاعدين جوا، عشان كده ابن تيمية هنا احترز ما قال الصحابة، قال شنو؟ قال العسكر. فهمت الحتة دي؟ ليه؟ لأنه كان في ناس جوا عندهم هوى، وقبيل قرينا هنا إنه قالوا في ناس جوا مالهم منافقين ذاته، وديل ما صحابة، الخوارج أصحاب هوى خلاص وطلاب دنيا زي ما قال علي بن أبي طالب، وفي ناس منافقين قاعدين جوا ما صحابة. فهنا ابن تيمية انتقل من الكلام عن الصحابة إلى الكلام عن العسكرين خلاص، فقال في ناس جوا عندهم هوى. بعد المؤمن بظن شنو؟ بنص الآيات القرآنية قبيل في قصة الإفك، تظن انه الصحابه اللي عندهم هوى ولا الخوارج الجوا اللي عندهم هوى؟ نحن والله كمؤمنين مسلمين بنظن انه ده مقصود الخوارج والمنافقين جوا ما الصحابه. محمد مصطفى كرجل حمار بليد بيظن انه ده شنو؟ الصحابه اللي عندهم هوى ما الخوارج. بس هو كده، ده بس هو كده، ده الرد على شبهته. طيب بعد ذاك قال شبهه، جاب شبهه من صحيح البخاري حديث رقم 4651، 4651. الشبهة شنو يا جماعة؟ دي ختموا بها المحاضرة بتاعته، قال دي أختم بها، قال وخلاها كده وزاغ طوالي. الشبهة عن سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر خلاص، فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال شنو الرجل؟ خد تحته خط الرجل ده شنو؟ قال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. خلاها كده وقاموا طوالي ختم المحاضرة. وابو حمار ذاك قام جابه بالصوت، قال عنده واحد كده ما بعرفه سوري ولا شنو بيجيب صوته وقرا الحديثه جابه. ايوه خلاص، يبقى الصحابه قتالهم كان على شنو؟ تهرين الدنيا وبيحبوا الدنيا وعندهم هوى زي ما قال مع مصطفى عبد القادر بنص هذا الحديث. ايوه ابن عمر قال للرجل ده وليس كقتالكم على الملك، فمن هو هذا الرجل؟ الرجل ده شنو؟ صحابي؟ طيب قال ابن حجر فيؤيد بعد ما ذكر كلام أن السائل كان من الخوارج، ده واحد. اثنين الحديث ذاته الكلام هنا ويؤيد أن السائل كان من الخوارج، ده عن الحديث القبلي.
الحديث اللي قبله شنو؟ قال الرجل جاء وسأل، أقرأ لك من البداية. قال عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخره. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقاتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وجاب الحديث البعدي طوالي: كقتالكم على الملك. ابن حجر قال: قال بعض العلماء إنه الرجل السائل في القصتين واحد، سأل في القصة الأولى عن علي وعثمان، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: فيؤيد أن السائل كان من الخوارج، فإنهم كانوا يتولون الشيخين بكر وعمر ويحطون عثمان وعلي، عشان كده دار يطعن في عثمان وعلي، خلاص. قال لي: فما قولك في علي وفي عثمان وعلي، خلاص. فقال السائل واحد، فقال إذا ده يؤيد أن السائل ده من الخوارج، فابن عمر قال له: كقتالكم على الملك. مشى تاني ابن عمر قال لك: قتالكم على الملك. مشى تاني ابن حجر قال: فيحتمل أن يكون هو السائل هنا، ويحتمل أن يكون غيره، وهو الأرجح لأنه لم يتعرض هناك لذكر علي، وكأنه كان رافضيا، خلاص. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ابن البخاري جاب الحديث برقم 7095، ودي بتفصل القضية. ده نفسه كقتالكم على الملك ذات، وخلي الرواية الأولى، جابه في 7095 وقال فيه كلام فاصل في الموضوع. 7095، وأنا قاعد أنقول لك بأمانة شديدة جدا. قال عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد يقاتل المشركين، وكان الدخول في دين فتنة، وليس كقتالكم على الملك. بعد ذاك ابن حجر في شرح الحديث ذاته قال: ثم ذكر سؤاله عن علي وعثمان وجواب ابن عمر. قبيل الرواية كان السؤال عن علي وعثمان، ابن حجر قال ده يؤيد انه كان شنو؟ من الخوارج. فالرجل اللي قال له ابن عمر: كقتالكم على الملك، دايرين الملك والسلطة والخلافة، ديل ما كانوا صحابة، ديل منو يا جماعة؟ ديل الخوارج. عشان كده علي بن ابي طالب قبيل قال: الخوارج طلاب دنيا، وقال: لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل، لأنه دارين الدنيا. طيب، فأنا أقف لحد هنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. أصلاً صار السنة زي واحد، يعني كلهم زيه. جابوا العدسي في المسجد الماليزي، جابوا قال أيام محمد صلى الله عليه وسلم في الصحابة، شوف الرد بتاعهم كيف. قال: نحن نحب الصحابة، وعقيدتنا أن نحبهم ونجلهم ونعظمهم، كما قال ابن مسعود وكما قال. والسلام عليكم ورحمة الله. في شنو الحاضر؟ شنو؟ كلنا بنحبهم. محمد صلى الله عليه وسلم المحاضرة قال بحبهم، مش شتمهم تاني. فده ده مارد يا جماعة، أصلا مارد. فده رد صايع ورد مايع من العدس. ده أصلا ما عنده علاقة بالرد أبدا، ولا قال محمد صلى الله عليه وسلم غلطان ولا صح. الهواري جابوه في الإذاعة، قام واحد اتصل بيه قال له: محمد صلى الله عليه وسلم يقول اقتتل بالسلطة. طبعا اتورط، لو قال ايوه نعم ناس السعودية بيردموه والحباسة بتقيف. اها طيب يعمل شنو؟ قال: والله هم ما اقتتلوا بالسلطة، لكن هذا الشيخ شيخ فاضل وعالم، وبعض الشباب طعنوا فيه، وبعض هؤلاء الشباب والمجرحاتية، وشنو ردمنا لك وشكر ذاك.
هسه درك اي فزق ده المجرمين يا جماعه ويفضل محمد صفا ويخاف منه ويفضلوا على الصحابه ذاتهم عديل كده، لانه لو بتفضل الصحابه بتدافع عنهم، لو ابوك سباهم بترد عليه بترد عليه. وذاك عنده قال دكتوراه في العقيده، قال انا زكوني دكتور خالد عبد اللطيف اهو انا الدكتوراه دي، لا رديت على البوراي، لا رديت على المكاشي من الله خلقه، لا رديت على المرغني، لا رديت على الكباشي، لا رديت على الصوفيه، لا حصل رديت على الاخوان المسلمين، لا حصل رديت على سيد قطب، لا حصل رديت، ما في ما في اي حاجه. عصبه سب الصحابه، انت قاعد ما تندل قاعد في شنو؟ ونزار هاشم ذاك حامل رايه السلف بالسودان، الرايه دي ما ترفع، ترفعت الرايه البيضاء ولا شنو؟ ما ترد على الزول ده؟ عصبه عبد القادر؟ ده كله اجرام من النازل كلهم، والنازل كلهم شبكه واحده، والله كلهم في انها جمعيه وشنو مركز واصلاح كلهم واحد، لانه بيصرفوا من محل واحد، بيصرفوا من محل واحد كله. زي ما قال لي دكتور عبد الكريم رئيس انصار السنه، الرئيس الذي عام، قال لي شنو؟ قال انه كتابكم في عبد الحي بيهدد المستقبل بتاع الجماعه، لانه القروش كلها بتاعت الخليج بيجي عن طريق عبد الحي. ده اوضح زول وده ارجل زول في الجماعه دي، واضح فتاه على بلاطه وكلامه مسجل. اي نعم موجود. فده الحاصل، فالمصالح دي بتخليهم لا يدافعوا عن صحابه، لا يدافعوا عن ربنا، لا يدافعوا عن الاسلام، لا يدافعوا عن القران. ما هو ده محمد المنتصر بيسيب في الدين ليل ونهار في اذاعه المساء ويسيب في الله ويقول لو قلت لي الرحمن على العرش استوى ومعناته العرش اكبر من الله والعرش مخلوق. ده كلامه خلاص، ده سب في الدين. دول يقول لو قلت لي الرحمن وعرش استوى معناته العرش اكبر من الله، ده سب للدين. انت قلت ده سب لي شنو؟ سب لي انا؟ سب لي دين ربنا سبحانه وتعالى. فقاعد يسب في الدين الليل والنهار، وديك قاعدين دكتور فلان بروف فلان، دكتور فلان بروف فلان. ده المجرمين ما يجوز تحضر لاي واحد من انصار السنه اطلاقا خالص ابدا، ما يجوز. تفضلوا عليكم السلام. خليها انا اي زول داري يعترض داري يسال، ما احنا ما عندنا مشكله اي زول. تفضل. انصار السنه، انصار السنه على غلط الان. الان احنا بنتكلم عن الان، انصار السنه الموجودين ديل على باطل. اول حاجه انت انصار السنه قلت من زمن نميري بتتفق مع الصوفيه، انت الله اكبر. طيب اذا عمنا لا يتفق مع الصوفيه ابدا. انصار السنه الليله المبتدع اسمه العثمان في المركز العام كرم شيخ الطريقة السمانية. شيخ الطريقة السمانية قال إن تكريمي موثق، موجود الكلام ده موثق، قال إن تكريمي من جماعة أنصار السنة كان حاجة جميلة جدا، يعني زي الكستر حاجة جميلة جدا. قال لأنه إن دل إنما يدل على وحدة الصف بين الصوفية وبين أنصار السنة. ده أنصار السنة الليلة. أها قام سأله محمد مصطفى عبد القادر في جامعة كسلة، قال لي شيخك اسماعيل عثمان، دقيقة بس جاوب ليك، كرم السمانية بحضور الدكاترة والبتاع ودكتور خالد ومين 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 ديل أعضاء المركز العام، رأيك شنو؟ قال بيجوز. قال بيجوز، شفت كيف؟ قال بيجوز وكلامه مسجل. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة كرموا ودى الصايم ديما. لنفسك حرام تبقى انصار سنه بعد اليوم، حرام. لا ما في، الحق هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق هو الكتاب والسنه بفهم السلف. الله اكبر.
الله اكبر. نعم صحيح. ان شاء الله ربنا يهديك. الحق والكتاب والسنة. جزاك الله خير، تزول على حق يعني احسبك. نعم جزاك الله خير. وده ها جزاك الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده نحن بندعو له الناس، لا نحن جماعة ولا حزب ولا غيره، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خير. مثلا يعني صلاة الجمعة إذا جات جنبك مسجد بتاع سرورية وخمسة سنة زي ما محمد صادق قال تصلي فينه؟ أركب وأمشي بعيد صلي. السرورية هم الخوارج، وعلي بن أبي طالب قال الخوارج طلاب دنيا، وحمد وصاوب عبد القادر طالب دنيا، وصف الصحابه بانهم طلاب دنيا، فالاثنين واحد ما فيهم خير، خليهم يصلي بعيد بس. صحابه يتقاتلوا من اجل السلطه، اسئله لو قلت لهم محمد مصطفى عبد القادر بيجري مع ناس المركز العام عشان كرشه الكبيره دي، يقول لك ليه تقول كده؟ محمد مصطفى زول شغال دعوه بعمره، تلقاه صار سنه زعلان، اوه زي البرعي، زي شغل البرعي. زعلان ابويا الشيخ ما تتكلم فيه، طيب انت بتقول شيخك ما بيدعو عشان الدنيا، تقول الصحابة عشان الدنيا تلعب. ربنا قال يبتغون ده شنو؟ ده من أعمال القلوب. ربنا زكى البواطن فدل على طهارتهم ونقاوتهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانه.